فرصة للعمل. كيف يفرح العامل وجل تفكيره بمن يدعون تمثيله من نقابات السعي الدائم لتحقيق رضا رب العمل وأصحاب رؤوس الأموال. هؤلاء الممثلين المنصبين عنوة لتمثيل العمال تحت شتى المسميات، همهم الأول ما يحققه لهم ذلك من امتيازات وسفريات. عمالنا الأحرار، إن أولى المهام المطروحة أمامكم اليوم هو تحقيق تمثيل حقيقي للعمال، من العمال أنفسهم في المعامل والمصانع والورش، ممثلين عماليين كادحين حقيقيين ليسوا من أصحاب الياقات والمكاتب. إن خلق مثل هذه القيادة يحتاج جهدا ونضالا ومثابرة. إن النهوض بواقع العمال وتحقيق مطالبهم العاجلة لا يأتي إلا من باب خلق القيادة الحقيقية والممثل الحقيقي للعمال. فأي نضال مطلبي سيفكر به العامل محكوم عليه بالإجهاض سلفا، وذلك لغياب القيادة الحقيقية أولا، وثانيا لغياب آليات وممكنات الدعم للاستمرار بالخطوة النظامية. فإن لم توفر النقابة آليات دعم وإسناد مادي ومعنوي لخطواته النظامية، فإن أي تحرك لجسم العمالي النضالي محكوم عليه بالفشل. فمن سيلتق على عائلة العامل في حال فكر في خوض معركة نضالية لتحسين ظروف عمله وأجره؟ هذا العامل الذي يحتاج من كدحه اليومي ولا يستطيع توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، بالإضافة لتوفر جيش من العاطلين عن العمل والذين يشكلون الاحتياطي الذي يهدد به رب العمل كل من يفكر بحقوق العمال. من متطلبات الحياة، بالإضافة لتوفر جيش من العاطلين عن العمل والذين يشكلون الاحتياطي الذي يهدد به رب العمل كل من يفكر بحقوق العمال. عمالنا البواسل، إن مرارة العيش وازدواجية الاضطهاد القومي والطبقي الممارس بحقكم لا ولن يقهر إرادة الحياة فيكم، وسيبقى عمال فلسطين جزءا لا يتجزأ من عمال العالم. وإن تمييز عمالنا في فلسطين والواقع الفلسطيني فهو لا يلغي التحامه بجيش الكادحين العالمي، فخصوصية واقعنا ستلقي على عاتقنا مهاما أكثر تعقيدا من باقي المجتمعات، والتي هي جزء لا يتجزأ من مهام ومطالب نضال الطبقة العاملة العالمية. وإن خصوصية الواقع الفلسطيني المحتل أرضه والمشتت شعبه بشتى بقاع الأرض قد فرض على عمالنا نضالا وطنيا وطبقيا معا. وإن معادلة الصراع تثبت أن عمالنا وفلاحينا هم أكثر من قارع الاحتلال، هذا الاحتلال الإحلالي والفاشي الذي لا يستثني أحدا من بطشه وقمعه. عمالنا الأحرار، إننا في الحزب الشيوعي الفلسطيني مصرون على الاستمرار في كفاحنا ونضالنا في سبيل الطبقة العاملة الفلسطينية وإحياء هذا اليوم العالمي، لإدراكنا أنه يوم تعمد بدماء العمال وعرقهم، ونحن سنبقى لعهد دمائهم وعرقهم ولقضاياهم العادلة أوفياء ولو جهنم صبت على رؤوسنا. سنبقى لفكر العمال والفلاحين أمناء حتى زوال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. عاش الأول من أيار عيد العمال العالمي، عاشت طبقتنا العاملة الفلسطينية، والنصر لشعبنا المكافح الحزب الشيوعي الفلسطيني. فلسطين.
ممكن ابونا احكي لك كل رايك يعطيهم العافية الشباب. شكرا لك كثير كشافة. نشكر أخوتنا.